أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية لهذا اليوم، ولكن البداية بالعناوين. صحفيون يمنيون يستعدون لإطلاق حملة تضامن إلكترونية مع المعتقلين. ما يزيد عن 8 ملايين يمني فقدوا مصادر دخلهم خلال العامين. في أكثر الأخبار قراءة، وزير هندي يوزع العصية على المتزوجات حديثا لاستخدامها ضد الأزواج غير المهذبين. أهلا بكم. يصادف اليوم 1 مايو احتفال العمال بعيدهم العالمي في شتى بقاع الأرض، وحول المناسبة يقول موقع المشاهد نت إن عمال اليمن لا يجدون ما يحتفلون من أجله، فمرتباتهم الحكومية منقطعة منذ 8 أشهر، والقطاع الخاص تعرض لخسائر كبيرة جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ قرابة 2 عامين، فقد تعرضت معظم المنشآت والمصانع إلى قصف وتدمير، والبعض الآخر أغلق بسبب العجز المالي وعدم قدرتهم على مواصلة العمل، ما اضطرها لتسريح الآلاف من العمال لتتسع البطالة بين اليمنيين. يتابع الموقع، يعتبر القطاع الخاص من أكثر القطاعات تضررا بسبب الحرب والحصار على اليمن، فقد أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء أن الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص خلال الحرب تبلغ 75 مليار دولار. قال موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية إن نقابة الصحفيين وناشطين يعتزمون إطلاق حملة إلكترونية لإطلاق سراح المختطفين. قال الموقع إن الحملة تسعى لمساندة الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وذكر بيان صادر عن النقابة أن الحملة تهدف لتجديد الرفض لانتهاكات الميليشيا ضد الصحافة في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها والمطالبة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المختطفين. يتابع الموقع، لا يزال أكثر من 16 صحفيا مختطفا لدى الميليشيا، فيما لا يزال أحد الصحفيين مختطفا لدى تنظيم القاعدة في حضرموت. من هو أعظم يمني؟ يتساءل الكاتب حسن عبد الوارث في مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في بعض أجزاء المقال. ليس ثمة أدنى شك في أن التاريخ الإنساني سيخلد ذكر نصر بن عاصم الذي وضع النقاط على الحرث العربي، محدثا بذلك ثورة عظمى في قالب اللغة وقلب الفكر، بيد أن التاريخ في الوقت ذاته سيحقر اسم الطاغية المغولي هولاكو الذي أهدر أنفس النفيس من كنوز التراث العربي والإسلامي بما تحويه من خبرة وإبداع خيرة العلماء والأدباء والفلاسفة في نهر دجلة الحزين منذ ذلك الحين. قد ترد أسماء أدولف هتلر وجنكيز خان وراسبوتين وشارون في كتب التاريخ لمئات السنين المقبلة، لكنها سترد حتما في أحلك الصفحات قتامة في هذه الكتب، فيما ترد في أنصع صفحاتها وأشرقها أسماء توماس أديسون وألكسندر فيلمينغ وبيكاسو وعبد الرحمن بن خلدون. ذات يوم روى الشاعر الفرنسي الفذ فولتير أنه سمع بعض أهل النخبة يحاولون الإجابة عن سؤال من هو أعظم رجل، يوليوس قيصر أم الإسكندر أم تيمورلنك أم كرومويل؟ وحين احتدم الخلاف بين الجميع في تحديد الرجل الأعظم، قال أحدهم إن إسحاق نيوتن هو أعظم رجل بلا شك، وقد اتفق فولتير مع هذه الإجابة منوها بأننا ندين بالفضل للرجل الذي حكم عقولنا بقوة الحقيقة وليس لأولئك الرجال الذين استعبدونا بقوة العنف. سيتساءل اليمنيون بعد زمن من هو أعظم رجل في تاريخ اليمن، وحين يحتدم الخلاف جراء الاختلاف بهذا الشأن سيأتي إليهم من يخبرهم بأن أعظم من عرفت اليمن لم يكن رجلا إنما كانت امرأة. يكشف موقع سبتمبر نت عن تعرض أسرة في ذمار لضغوطات من قبل ميليشيا الحوثي للتنازل عن قضية مقتل أحد أبنائها. قال الموقع إن الابن قتل على يد أحد مشرفي الميليشيا في قسم الشرطة بمدينة ذمار منتصف العام 2016. وقال بيان صادر عن أسرة القتيل إن رئيس النيابة المعين من قبل الميليشيا ومشرف عام المحافظة المدعو أبو عادل الطاووس يقفان حجر عثرة أمام تطبيق القانون وسط أنباء عن إطلاق سراح الجاني.
أضاف البيان أنه كلما أوشك صدور الحكم يتم تغيير قضاة النيابة ورئيسها. وفي الموضوع ذاته قال مصدر محلي بمدينة دمار لموقع المصدر أونلاين إن القيادي في الجماعة أبو القاسم غادر السجن المركزي إلى مكان مجهول بعد أن قضى أياما معدودة فيه. قال الموقع إنه بعد عملية القتل التي أقدم عليها مشرف الحوثيين في قسم هران حاصر مسلحون قبليون مبنى السجن المركزي واشتبكوا مع الحوثيين مطالبين الجماعة بالقصاص أو تسليمه لديهم، لكن الحوثيين امتصوا غضب القبليين وأودعوا القاتل مبنى السجن لأيام معدودة وأفرجوا عنه أمس. لماذا ترفض الأنظمة الاستبدادية المعرفة وتدافع عن الخرافة؟ تحت هذا العنوان كتب عزيز الحدادي مقاله في صحيفة القدس العربي، وأضاف الكاتب المغربي: من الطبيعي أن التحرر من الجهل هو الأساس، ومن خلاله يصل الإنسان إلى التحرر من العبودية، وينسف الاستبداد ليبلغ مقام الحق في المساواة السياسية ويصبح إنسانا بالمعنى الفلسفي لمفهوم الإنسان. الحرية شقيقة الفكر، بدونه تموت وتترك الأمة تتمتع بإقامتها الشقية في العدمية. فهل حان الوقت لنشر هذه الدعوة الهادفة إلى تشييد الحرية على العلم والمعرفة؟ وهل بإمكان هذه الأمة المضطهدة أن تؤسس المجتمع العلمي الذي سيحرر الإنسان من العبودية؟ ولماذا ترفض الأنظمة الاستبدادية المعرفة والعلم وتدافع عن الخرافة؟ لقد امتزج الأمل بالانتظار، وتحول الشغف بالحرية إلى حطام تتقاذفه أمواج الزمان. هكذا لم نعد نشعر بالأمان في أي مكان، وانهارت كل الجسور المؤدية إلى الوجود، وأصبحنا نعد الأيام بنفس الشوق الذي يكتوي بناره السجناء، حيث ينعمون بساعة واحدة أمام الشمس، أو عندما تصلهم رائحة خبز الفجر. ذلك أن هذا السجن الذي يمتد من المحيط إلى الخليج ويحرسه حراس العدمية الذين ماتت فيهم الحياة، لا أعتقد بأننا سنتحرر منه بدون ثورة حقيقية تدمر الطغاة وفقهاءهم في نفس الوقت، وتقوم ببناء الذات الفاعلة التي لا تجعل من الموت غايتها، بل من الحرية والمعرفة مصدر وجودها وهدفها، لأن للإنسان غاية أفضل من الحرية والمعرفة والسعادة. وهل من الضروري الحديث مع الناس بلغة الموت؟ وما معنى أن تذكرهم بالشقاء في السماء وهم أشقياء في الأرض؟ ألا تكون سفينة هذه الأيديولوجية قد تحطمت؟ قال محافظ محافظة الضالع فضل الجعدي في بلاغ صحفي نشره موقع الاشتراك نت: رغم أن رئاسة الجمهورية لم ترد على المذكرة التي أعلنا فيها اعتكافنا احتجاجا على الإهمال الذي تتعرض له المحافظة، لكننا فضلنا العودة لمزاولة عملنا مهما كانت الظروف ما دمنا قد قبلنا بتحمل المسؤولية. وكان المحافظ قد أعلن اعتكافه في منزله منذ شهر احتجاجا على تجاهل رئاسة الجمهورية لمتطلبات المحافظة واتخاذ قرارات تخصها دون علم المحافظ. وكانت رسالة الاحتجاج قد أوردت الأسباب، منها عدم صرف ميزانية طوارئ تقدر ب30 مليون ريال شهريا، ومنح آلاف الوظائف العسكرية لمسميات مقاومة دون إشعار المحافظ، وبقاء جبهات مريس وحمك خارج إطار سلطة المحافظة المحلية. كشف مصدر خاص في الشركة النفطية اليمنية ليمن مونيتور عن اعتزام مجلس الإدارة تقديم استقالة جماعية لقياداته خلال مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عنه قريبا في صنعاء بعد اتهامات موجهة للحوثيين بعرقلة عملهم والعبث بإيرادات الشركة. قال المصدر إن مجلس إدارة الشركة التي تسيطر عليه الميليشيا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة يوضح فيه بشفافية تامة جميع الممارسات والتصرفات الكارثية بحق الشركة والمواطنين ومن يقف خلفها ويغذيها طوال الفترة السابقة بالكامل، مضيفا أنه توقف عمل تشغيل المنشأة توقف المصارفة النقدية وعدم الإفراج عن أرصدة الشركة والسماح لها بممارسة عملها ومحاولة التدخلات الدائمة وغير المسؤولة
وغير المسؤولة هي ما جعلت أعضاء مجلس إدارة الشركة يعزمون تقديم استقالة جماعية معلنة ليخلي مجلس الإدارة مسؤوليته. يتابع الموقع: تصاعدت حدة الخلاف بين شركة النفط اليمنية وتحالف الحرب الداخلية، حيث دشن موظفو الشركة المرحلة الثانية من التصعيد بوقفة احتجاجية ضد التعسفات وأساليب الابتزاز التي يمارسها مسلحو الحوثي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى الصحافة العربية، حيث تداولت العديد من المواقع العربية رفض الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لتولي أي منصب حكومي. وقال موقع المحور العربي في عنوان: توكل كرمان أرفض أي منصب رسمي ومكاني مع الناس. قال الموقع: أقرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان رفضها لأي مناصب رسمية في الحكومة اليمنية، مؤكدة انحيازها للناس. وتحدثت كرمان في صفحتها بموقع الفيسبوك: سأرفض أي منصب رسمي دائما وأبدا، وحتى إشعار آخر مكاني مع الناس. ويأتي منشورها ردا على شائعات تحدثت عن تعيينها وزيرة للخارجية. يتابع الموقع: والتقت كرمان يوم الأحد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، والذي أشاد بأدوارها النضالية التي كرستها لخدمة اليمن والقضية الوطنية من أجل الحفاظ على الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام المستدام في اليمن. صحيفة العربي الجديد قالت في الشأن اليمني معلقة حول أوضاع العمال في مختلف أنحاء البلاد: على صوت الرصاص على أصوات آلات المصانع وحركة الأسواق لتؤدي الحرب إلى فقدان ما يزيد عن 8 ملايين يمني مصادر دخلهم، بينهم 7 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص. فضل العاقل أمين عام اتحاد عمال اليمن يقول للعربي الجديد إن 4 ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجرا من القطاع العام والخاص والمختلط أصبحوا دون عمل، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي. ويضيف العاقل أن موظفي الدولة المقدر عددهم بأكثر من 1 مليون موظف دخلوا أيضا ضمن طابور العاطلين. وتشير تقارير اتحاد عمال اليمن إلى أن من حافظوا على مهنهم من الانهيار خلال الحرب، خصوصا الحرفيين، دخلوا في بطالة جزئية جراء ضعف القوة الشرائية لدى الناس وانعدام السيولة. وفي وقت سابق قال البنك الدولي إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60%، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 54.5% من مجموع السكان. وإلى صحيفة القدس العربي، والتي تابعت جزءا مما يحدث لأطفال تعز وعنونت في تقريرها من هناك: أطفال تعز اليمنية بين الموت جوعا أو قصفا. تقول الصحيفة: معاناة الأطفال في تعز لا تقتصر على الأمراض، فالعشرات منهم يسقطون في الحرب قتلى وجرحى. تضيف القدس: مؤخرا قتل 3 أطفال وأصيب 4 جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في حي الجحملية شرق مدينة تعز. وقال ماهر العبسي عضو لجنة التحقيق في الانتهاكات إن القذيفة استهدفت الأطفال قرب منزلهم أثناء لعبهم. وأضاف العبسي للأناضول أن الأطفال في تعز أصبحوا الشريحة الكبرى بين الضحايا المدنيين للقصف الذي يشنه الحوثيون على المدينة. ليس لدينا حصيلة محددة، لكن أؤكد أن المئات من الأطفال سقطوا في هذه الحرب. تحمل التطورات الجارية على المستوى الإقليمي بوادر رياح جديدة قد تغير تركيبة النظام الإقليمي للشرق الأوسط وربما خصائصه. هكذا بدأ سامح راشد مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفاً: في الوضع الراهن صار الانقسام إقليمياً أكثر منه داخلياً، وتجلت انعكاساته في تدخلات عسكرية وسياسية مباشرة يمتزج فيها المذهبي بالسياسي، كما يتضح في تدخل حزب الله وجماعات شيعية مسلحة موالية لإيران في الأزمة السورية، والدور الإيراني في اليمن، والاحتقان المذهبي الكامن في القوس الشمالي المأزوم الممتد من العراق إلى لبنان مرورا بسوريا. بالتوازي مع تلك التحولات، تجري على قدم وساق عملية تسليم للأدوار ونطاقات النفوذ الإقليمية الخاصة بالقوى الكبرى واستلامها،
فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القوى الكبرى المؤثرة في الشرق الأوسط 3 عقود متصلة كانت خلالها تنفرد تقريبا بدور الراعي الرسمي لمجمل قضايا المنطقة وتطوراتها. أخذت واشنطن في الأعوام 3 الماضية ترفع يدها عن المنطقة تدريجيا، ما أتاح الفرصة أمام روسيا لتملأ ذلك الفراغ بسرعة وديناميكية. وبعد أن صارت الفاعل الرئيس في الملف السوري بقبول أمريكي، فإن موسكو تتجه حاليا إلى ملفات وأزمات أخرى مثل ليبيا واليمن لتثبت أنها تقترب كثيرا من الحلول محل الولايات المتحدة في موقع القوى العالمية المهيمنة على الشرق الأوسط. النتيجة المنطقية المترتبة على ما سبق أن تشهد المنطقة منظومة تحالفات ومحاور إقليمية تجسد تلك الموجة من التغيرات، إلا أن التحالفات الجاري تشكيلها ليست مختلفة كليا عن التي كانت سائدة حتى سنوات قليلة مضت، وتوزعت بشكل أساسي بين جناحين أطلق أولهما على أعضائه وصف المقاومة والممانعة، بينما تبنى الثاني مصطلح الاعتدال تعريفا للدول المنضوية فيه. شبكة البي بي سي تكشف عن سبب جديد يؤدي بالفلسطينيين إلى سجون إسرائيل المحتلة. وقالت الشبكة مئات الفلسطينيين يسجنون بسبب مراقبة إسرائيل لفيسبوك. قالت البي بي سي عززت المخابرات الإسرائيلية منذ بدء ما بات يعرف بالهبة الفلسطينية في نهاية عام 2015 من نشاطاتها في مجال الاستخبارات الإلكترونية لمراقبة ما ينشره الفلسطينيون على صفحات موقع الفيسبوك. تتابع الشبكة واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 400 فلسطيني بتهمة التخطيط لهجمات طعن ودهس والتشجيع عليها أو تنفيذها ضد إسرائيليين بعد نشرهم لمعتقداتهم على صفحاتهم الخاصة. ومن بين أكثر الأخبار قراءة في موقع هاف بوست عربي والذي تحدث عن أزواج غير مهذبين، قال الموقع وزير هندي يأمر بتوزيع 10,000 عصا خشبية على نساء حديثات الزواج لضرب أزواجهن. قال الموقع إن غوبال بهرغافا الوزير في ولاية ماديا براديش الهندية قدم مئات من العصي الخشبية هدايا لعرائس حديثات الزواج وأمر بتوزيع نحو 10,000 أخرى وحثهن على استخدامها كسلاح ضد أزواجهن. وطالب بهرغافا العرائس باستعمال تلك العصي التي تستخدم لإزالة الأوساخ من الملابس في المغاسل التقليدية في حال كان الأزواج مدمنون أو يسيئون معاملة النساء. وأرفقت بالعصي التي يبلغ طول الواحدة منها قدمين تقريبا رسالة تقول هذه لضرب المدمنين والشرطة لن تتدخل. وقال الوزير إنه يريد لفت الانتباه إلى محنة النساء الريفيات اللائي يواجهن العنف المنزلي من أزواج مدمنين. ماذا سيحدث إذا ذهب ترامب إلى الحرب مع كوريا الشمالية؟ تحت هذا العنوان كتبت ليزي دياردن في صحيفة الاندبندنت مضيفة: الآن ونحن نمتلك قوة نووية جبارة لحماية أنفسنا من التهديد النووي الأمريكي، فإننا سنرد بلا أدنى تردد على الحرب الشاملة بحرب شاملة، وعلى الحرب النووية بحرب نووية بضربة نووية وفق أسلوبنا، وسوف نخرج منتصرين من المعركة النهائية مع الولايات المتحدة. كان هذا مجرد واحد فقط من أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الكورية الشمالية، بينما تستمر التوترات في التصاعد بسبب تجاربها الصاروخية وبرنامجها للأسلحة النووية. بينما قالت صحيفة حزب العمال الحاكم قبل أيام إن قوات البلد مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة. وشبه المقال الافتتاحي للصحيفة الكورية الشمالية حاملة الطائرات الأمريكية USS كارل وينسون بحيوان ضخم. وقال ديفيد ماكسويل الكولونيل المتقاعد من القوات الخاصة في الجيش الأمريكي والذي كان قد خدم في كوريا واليابان إنه تم تطوير قنبلة أكثر قوة تعرف باسم مخترقة الدشم الجماعية لكي تستخدمها القوات الأمريكية، وكانت المرافق الكورية الشمالية المخبأة تحت الأرض في ذهن المصممين. وأضاف ماكسويل هناك الكثير من الأهداف في العالم مدفونة عميقا تحت الأرض وقد تم تطوير القنبلة الخارقة من أجل ضربها. ويقول ماكسويل يتصرف كيم مثل إرهابي، ولعل أحد الأشياء التي يريدها الإرهابي هي السمعة. وقال أيضا إنه يجب على العالم التركيز بدلا من ذلك على سجل كوريا الشمالية
المريع في حقوق الإنسان، والذي اختفى من شاشات رادار الاهتمام الدولي منذ كشف تحقيق للأمم المتحدة عن ممارسات عنف لا يمكن وصفها في العام 2014. هل تساءلت يوماً كيف سيكون الغروب في الغابة؟ جولتنا المصورة ستنقلك إلى لحظات الغروب الساحرة في غابة للحيوانات، والتي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.